أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. في إطار دروس مادة المعلوميات نخدمو أول درس، الدرس الأول في المعلوميات في الانفورماتيك اللي هو موديول 1 جينيراليتي سور لي سيستيم انفورماتيك. هذا الدرس كيهم الأولى إعدادي، الثانية إعدادي، الثالثة إعدادي، وجد مشترك بجميع التخصصات علمي أدبي دولي وتقني. بالنسبة في هذا الدرس نخدمو الشابتر 1 في ديفينيسيون اي فوكابولير دو باز. في هذا الدرس اللي غنشوفو اي واحد اول مره قرا لانفورماتيك غيقرا هذا الدرس. في هذا الشابتر 1 غنشوفو اول حاجه ديفينيسيون التعريف ديال اول كلمه عندنا هي لانفورماسيون. ابري غنشوفو لي فورم دانفورماسيون، ابري لي سوبور دانفورماسيون، بعد غنتعرفو على واحد النوسيون مفهوم مهم اللي هو التريتمون، بعد غنشوفو شناهي اوتوماتيك، وغنساليو هادشي كامل باش نوصلو للتعريف ديال لانفورماتيك. بالنسبة عندو باكتيفيتي 1 شوفو معايا عندنا 3 فيغور، فيغور 1 فيغور 2 فيغور 3. الوغ كيما كتشوفو عندنا هنايا فيغور 1 اوكي، فيغور 2 فيه لاج دو روتريت فيكسي على 60 عام بور لا ماجوريتي دي فونكسيونير، وفي لا فيغور 3 عندنا 60. الوغ كيستيون 1 retrouve la donnée qui se répète dans les différentes figures. إذن شنو المعطى اللي كيتعاود في هاد الفيغور وفي هادي وفي هادي؟ إذن شفنا هنايا عندنا 60، هنا عندنا 60، وهنا عندنا 60. alors la donnée qui se répète هو العدد سوا 60. très bien. نمشيو question 2. quelles sont les figures qui fournissent un renseignement significatif؟ إذن شنو هما لي فيغور اللي كيعطيونا واحد المعلومة اللي كيعطونا واحد الإرشاد عنده معنى عنده سينيفيكاسيون؟ نشوفو بالنسبة شفنا هاد العلامة أوكي فيها معلومة، إذا كتعطينا واحد لونسينيمون سينيفيكاتيف يعني كتعطينا معلومة. أقرينا هاد التكست غنفهمو منها أن لاج سن التقاعد محدد في سن عام، إذا هاد التكست كيعطينا معلومة أوكي. إذا لي فيغور هنايا اقرينا 60، هاد 60 عدد 60 ما كتعطيناش هي معطى، ولكن ما عطانا حتى حاجه، ما عطاناش شي معلومه. اذا لي فيغور كي فورنيس ان رونسينيمون سينيفيكاتيف فيغور 1 اي فيغور 2 اوكي. امشي كيسيون 3، اساي ديكسبريمي سي رونسينيمون، نحاولوا نعبروا على هاد لي زانفورماسيون لهاد الارشادات. اذا اشوفنا هاد العلامه ديال ستيل ما معناها؟ نفو با ديباسي لا فيتيس 60، يعني خصنا ما نديروش السرعه 60. أقرينا هاد التكست شنو المعلومة غنخرجو منو؟ إذا المعلومة اللي غنخرجو من هاد التكست أن لاج دو روتريت إي فيكسي على 60 عام، يعني سن التقاعد محدد في السن عام. إذا لانفورماسيون أوكي، ألوغ فيغور 1 بورت أون انفورماسيون فيها معلومة، لا فيغور 2 بورت أون انفورماسيون فيها معلومة، مي لا فيغور 3 ولكن فيغور 3 ما كتعطينا حتى معلومة، نو بورت با أون انفورماسيون. اذا الشرط باش نقول عندي معلومه يعني ماشي ناخذ اي معطى او معطيات ونقول عليها معلومه، لا، باش هاد المعطيات تكون معلومه خاصها تكون عندها ان سونس معنى، اسطروا على سونس، خاصها تكون كومبريونسيبل باغ اوتر اومان، خاصها تكون مفهومه من طرف يعني الانسان. اذا بالنسبه لانفورماسيون اوكي، الوغ سي اون دوني انسومبل دو دوني ايون ان سونس اوكي. غنمشيو اكتيفيتي 2، عندنا مجموعه ديال التصاور، عندنا ايماج 2 ايماج 1 2 3 و 4. كيسون لي فورم دو لافورماسيون كومونيكي دون شاكا؟ الوغ شنو هما لي فورم دافورماسيون؟ هما كيفاش كتكون المعلومه. اذا المعلومه هنايا كما كنشوفو عندنا هنا لو جورنال، عندنا هنا لا تيليفزيون، عندنا هنايا دي بيرسون كي كومونيك كيتواصلوا بيناتهم، وكما كتشوفو عندنا هنايا عندنا الشبكه العنكبوتية على الغيزو انترنت اوكي. بالنسبة لفورم دانفورماسيون هنا شفنا الجورنال، لانفورماسيون كيفاش اوكي شكل ديالها؟ اذا لانفورماسيون هنا مكتوبة، اذا سو فورم دو كوا دي تكست، ولا عندنا تصاور، اذا سو فورم دو كوا سو فورم دي زيماج. تري بيان، هنا عندنا لا تيليفزيون اوكي، المعلومة شكل المعلومة اللي كاين في التلفازة كما كنشوفو، عندنا دي فيديو اوكي، هاد الاشخاص كيتواصلوا بيناتهم. اذا كيفاش كدوز له معلومه من واحد لواحد؟ عن طريق الصوت لو سون، اذا كنتواصلوا بالهضره، اذا عن طريق لو سون. اذا جينا هنا للغيزو انترنت كيفاش كان المعلومه شكل المعلومه؟ عندنا بزاف، حنا كنبارطاجيو المعلومه اما مكتوبه سو فورم دي ميساج يعني تكست،
ممكن تكون سو فورم دي فيديو، ممكن تكون aussi رموز دي سامبول، اوكي، ممكن تكون aussi دي سون اوديو اكسيتيرا. يعني هنايا بالنسبه للريزو انترنت كنبارطاجيو يعني جميع اشكال المعلومه. اذا هنا باش تعرفوا ان لا فورماسيون نفس المعلومه ممكن وصلوها باشكال مختلفه، يعني ممكن تكون على شكل تكست، ممكن تكون على شكل دي فيديو، ممكن تكون على شكل دي سون، ممكن تكون دي سامبول، ممكن تكون aussi نيميريك غير الارقام، اوكي، بحال في الكونتابيليتي الحسابات اكسيتيرا. اوكي تري بيان، اون باس ناخذ ريزومي. الوغ شنو هي لافورماسيون؟ التعريف ديال لا ديفينيسيون، لافورماسيون هي اون دوني او انسومبل دي دوني ايون ان سونس. اذا المعلومه هي مجموعه ديال المعطيات. اوقفنا هنايا، راه ما قلناش معلومه. اذا باش نقول معلومه خاص هاد المعلومات يكون عندهم معنى، اذا عندهم ان سونس ونسطروا على هاد السونس. اذا كخلاصه شنو هي لافورماسيون؟ ايتيغال تساوي دوني زائد سونس، يعني المعلومه كتساوي لنا معطيات زائد معنى. لافورماسيون ايتيغال دوني بلس سونس. اوكي، كاينه ملاحظه اخرى، مثلا اشوفنا مثلا هاد الاشاره، يعني هاد لي بانو اللي كيكونوا معلقين في الشارع، ولا مثلا دخلت مثلا شي كافيه ولقيت ممنوع التدخين اكسيتيرا، هادو كاملين اشنو كيتسموا؟ ارشادات. اون فرونسي كيتسموا لي رونسينيمون، لي رونسينيمون. وبالنسبه للارشادات، جميع الارشادات فهما معلومات، يعني تو لي رونسينيمون سو سون دي انفورماسيون. ما يمكنش تكون شي حاجه معلقه في الشارع وما عندها حتى معنى، ولا شي بلاكا اكسيتيرا. يعني كما ملاحظه، تو لي رونسينيمون سو سون دي انفورماسيون. اذا شفنا التعريف ديال لافورماسيون. اوكي، بالنسبه لي فورم دانفورماسيون، اشكال المعلومه، المعلومه كيفاش ممكن تكون؟ مثلا هنايا هذه انترديت دو فيمي، ممنوع التدخين، عبرنا عليها بجوج اشكال، اما صوره ولا تكست مكتوب. اوكي، اذا المعلومه ممكن تكون ايماج، ممكن تكون تكست، ممكن تكون توصلنا عن طريق الصوت بحال الاوديوات اللي كنصيفطو باغ واتساب اكسيتيرا. ممكن نشوفو دي سامبول ميميك بحال لي ميميك اللي كنصيفطو في واتساب ولا فيسبوك. كل حاجه راه كتعبر على معلومه، مثلا لايك ولا مثلا كور مثلا اكسيتيرا، ولا ديال انه حزين ولا غاضب اكسيتيرا. اذا لافورماسيون كخلاصه اشنو ممكن نقولو؟ لافورماسيون بو سو بريزونتي سو ديفيرونت فورم، تكست، ايماج، صون، فيديو، سامبول. يعني المعلومه يعني ممكن تكون على اشكال مختلفه، اما مكتوبه تكست، اما في يعني كنشوفوها ايماج ولا فيديو، اما مسموعه صوت صوت او يعني صون، ولا يعني على شكل دي سامبول اللي هما رموز. اذا صون صوت، فيديو يعني كنشوفها ولا ايماج، تكست مكتوبه، سامبول رموز. اذا اون باس دابا لي سوبور دانفورماسيون. شنو هما لي سوبور دانفورماسيون؟ دابا عندي المعلومه، بيان سور خصني نوصل هاد المعلومه. باش كنوصل هاد المعلومه ونحافظ على هاد المعلومه؟ عن طريق لي سوبور دو لانفورماسيون. اذا غنشوفو هاد لي فوتو، اوكي، وغنحاولو انطلاقا من هاد، اوكي، نحددو شنو هما لي سوبور دو لانفورماسيون. اذا هاد الصوره الاولى كتمثلنا كتوبه دي ليفر، هاد الصوره الثانيه كتمثلنا دي ماغازين مجلات، هذا كيمثلنا ستيلو، هذا دي في دي، وهذا اورديناتور. اذا واش لي ليفر سو سون دي سوبور دانفورماسيون؟ نعم، كيوصلو لنا المعلومه. اذا وي، لي ماغازين واش فيهم واش كيوصلنا المعلومه؟ وي، سو سون دي سوبور دانفورماسيون. ستيلو هو سوبور دانفورماسيون؟ نو، لانه غير كنكتبو به، اذا هو ماشي سوبور دانفورماسيون. دي في دي كنخزنو فيه المعلومه، كيوصلنا المعلومه، اذا سوبور دانفورماسيون. لورديناتور هو سوبور دانفورماسيون؟ وي، لانه كيوصلنا المعلومه. اذا اللي خاصكم تطلع عرفو كملاحظه شنو هو سوبور دانفورماسيون؟ ماشي هي وسيله، سي ان مويان اللي كتمكننا. شنو كتمكننا؟ ماشي غنوصل المعلومه، باش نحافظو على المعلومه، المعلومات اللي كنخزنهم، يعني باش نخزنوا المعلومه بحال دي في دي. اذا ما كنوصل المعلومه راه كنخزنها دي في دي ولا اورديناتور، المعلومه كتخزن. هذه هي سوبور دانفورماسيون، اذا وسيله باش كنخزن المعلومه. لان خدينا مثلا راديو، كاين امثله اخرى بحال يعني الانترنت، راديو، تلفزيون. الوغ راديو تلفزيون نعتبروهم سورس دانفورماسيون، اوكي اوكي، ولكن هما يعني بين قوسين ماشي سوبور دانفورماسيون، لانهم ما نخزنوش فيهم. لكن دابا مع التلفازه الذكيه تما كيتسباو سيبور دانفورماسيون. اذا شنو هما سيبور دانفورماسيون؟ لي سيبور دانفورماسيون سون لي مويان
qui permettent de la conserver. Ils peuvent être des affiches, des radios, des télévisions, panneaux de publicité internet. Et dans ce support d'information, mon وسائل اللي كيمكنونا باش نقلوا المعلومه. لكن هنايا دو بيرميت دو كونسيرفي اللي كيمكنونا باش نحافظوا على المعلومه. ممكن يكونوا دي زافيش اي حاجه معلقه مكتوبه، دي راديو، دي تلفزيون، بانون دو بوبليسيتي، لافيزات الاشهار، الانترنت. اوكي، هو اكبر وسيله لي ان نحافظوا على المعلومه ونوصلوا المعلومه. اذا لي سوبور دانفورماسيون سون لي مويان كي بيرميت دو كونسيرفي، وسطروا على كونسيرفي يعني كنحافظوا على المعلومه. تري بيان، نشوفوا واحد لا ديفيرونس ما بين كونيسونس انفورماسيون دوني. بالنسبه للكونيسونس هي سافوار فير. اوكي، دوب دوني، دوني اي حاجه. اوكي، في الحياه راه هي معطى، ثلاثه معطى او معطيات، اربعه بونجور السلام عليكم، هادو كاملين معطيات. معطيات ملي كيكون عندها معنى، عفوا، معطيات ملي كيكون عندها معنى كتولي ماذا؟ كتسمى معلومه. اوكي، شنو هي كونيسونس؟ هي سافوار فير. اشنو كنعرف ندير انا؟ كنعرف نكتب، كنعرف نرسم، كنعرف اوكي نخدم بيسي. الوغ كونيسونس هي سافوار فير. نعطيو مثال، مثلا خديت 10 معطى. اوكي، انا نحول المعلومه. اذا انا قلت لا تمبيراتور اي دو 10 دوغري افاسك اجوردي، انا قلت مثلا درجه الحراره هي 10، اذا هنا حصلت على معلومه، اذا ولات هذا المعطى عندها معنى. اذا هنايا عندي معلومه كونيسونس. انا من عند سمع في النشره الجويه ان درجه الحراره 10، نعرف ان الطقس بارد. اذا شنو نعرف؟ انا كندير البس جومابي، راه كنعرف نلبس، اذا نلبس حوايج سخونين، اذا جومابي شود بون. اوكي، اذا كونيسونس سافوار فير شنو كنعرف ندير؟ دوني معطيات، ومعطيات ممكن تولي عندها معنى كتولي انفورماسيون. اون باس، دابا نمشيو للنوسيون دو، نمشيو للنوسيون قبل ما نعرف النوسيون اللي غنتعرفو عليها، نشوفو لاكتيفيتي 3. زينب فو كالكولي لا سيرفاس دان ريكتانغل، زينب بغات تحسب المساحه ديال هاد المستطيل. اذا المساحه كتساوي الطول في العرض، اذا هي شنو غتعمل؟ غتاخذ 8 سنتيمتر غتضربها في 5 سنتيمتر وغتحصل على 40 سنتيمتر كاري. اذا لا سيرفاس شنو كتساوي؟ كتساوي 40 سنتيمتر كاري، اذا 40 سنتيمتر كاري. اذا ردوا معايا البال، في الاول اشنو كان عندي؟ كان عندي 8 و 5، هادو المعطيات اللي كانوا عندي في الاول. في الاخر شنو حصلت؟ حصلت على النتيجه اللي هي 40 سنتيمتر كاري. اذا انطلاقا من المعطيات وعملت عمليات الجداء البرودوي وحصلت في النتيجه على واحد اوكي واحد الحاجه اخرى، يعني داكشي اللي كان عندي في الاول ماشي هو في الاخر. اذا كانوا عندي جوج معطيات، في الاخر حصلت على واحد النتيجه اللي فيها معطى واحد. اذا انطلاقا من المعطيات الاولى طبقت واحد العمليه لوبيراسيون ديال فوا في، حصلت على واحد المعلومه اخرى، يعني نتيجه اخرى. اوكي، يعني بغينا نقولوا يعني انطلاقا من معلومه طبقت واحد المعلومه، طبقت واحد العمليه، حصلت على معلومه جديده. هذه الحاجه اللي عملت هنايا كتسمى تريتمون. اوكي، اذا بالنسبه نعطيو اكزامبل دو تريتمون باش نفهموا اكثر. مثلا كانوا عندي الحوايج مسخين، فيتمون صالي، بعد ما عملت ليهم وصبنتهم اكسيتيرا، في الاخر حصلت على واحد فيتمون بروبر، يعني حوايج نقيين. اذا هذه العمليه اشنو كتسمى؟ تريتمون. اذا مثلا عندي الاكزامبل الثاني، كان عندي لو بوال خشب، بعد ما زاد ديال التحولات حصلت في الاخر على الورق. اذا شنو طبقت هنا؟ تريتمون. اذا باش نشرح لكم تريتمون بطريقه سهله، انطلاقا من واحد المعلومه اوكي كنطبق واحد العمليه او مجموعه من العمليات باش نحصل على معلومه اخرى او معلومه جديده. هذا هو تريتمون باش تفهموه بطريقه سهله. يعني جميع التحولات هي تريتمون. الحساب اللي كتخدموا في الرياضيات دائما كنطلق معطيات وكنحصل على النتيجه فهو تريتمون. اذا ترتيب تريتمون اكسيتيرا. اذا نحاولوا نقراو تريتمون دافورماسيون اشنو كتعني. لو تريتمون هي سويت لوجيك داكسيون كي بيرميت دو ترانسفورمي دي دوني اون ريزولتا. اذا شنو هي؟ مجموعه ديال لي زاكسيون اللي كتمكننا باش نحولوا المعطيات نتيجه. يعني نفهموا بطريقه اخرى، يعني تريتمون كيكون عندي معلومه كنطبق عليها واحد العمليات او مجموعه من العمليات باش نحصل او على معلومه اخرى في الاخر في ليتا فينال. كتكون عندي ايتا انيسيال في البدايه، كنطبق على عمليه او مجموعه من العمليات باش نحصل على واحد معلومه اخرى او نتيجه في الاخر اللي كتسمى معلومه اخرى. نعطيكم مثال اكزامبل، مثلا عندنا هنا 1 5 3 6 7 2 4 9 8، في الاخر حصلت على 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شنو عملت هنايا؟
هادشي اللي كان عندي في الاول ماشي هو في الاخر، يعني هادشي اللي كان عندي في ايطا انيسيال ماشي هو ايطا فينال، يعني في البدايه حصلت على حاجه اخرى في فينال. اذا شنو طبقت هنايا؟ طبقت ترتيب، عملت الكلاسمون رتبتهم اوكي، وحصلت على نتيجه اخرى. اذا الترتيب كذلك هو تريتمون. عندي اورديناتور وعندي اورديناتور في الاخر، كانت الكتابه صغيره هنا كانت مينيسكول رجعت ماجيسكول، كانت لا تاي صغيره رجعت كبيره، كان اللون الاسود تبدل اللون. اذا طبقت مجموعه ديال لي تريتمون يعني بدلت. اذا تا يعني تا اوكي، يعني اي حاجه فيها تحول، اي حاجه فيها حساب، اي حاجه فيها ترتيب، اي حاجه فيها كونفرسيون راه كيتسمى تريتمون. تري بيان. اذا نمشيو تريتمون دافورماسيون اوكي. كيكون عندنا دوني يعني في البدايه كيكونوا عندنا معطيات في الدخله، كنطبق عليهم واحد العمليه، اما حساب يعني الجداء ولا القسمه ولا مثلا تحول ولا ترتيب اكسيتيرا ولا تحليل اكسيتيرا، باش كنحصل في الاخر على واحد المعلومه اخرى اللي هي نتيجه اخرى، يعني معلومه اخرى في الاخر. هادو كيتسموا دوني اونطري. من بعد ما كنطبق تريتمون يعني مجموعه العمليات، كنحصل على واحد السورتي اللي هي النتيجه ريزولتا. اذا عنشوف دابا اوتوماتيك. اذا غنشوفوا مثال دي ماشين اوتوماتيك، مثلا هنا غيشي اوتوماتيك دو بانك كيما كتعرفوه، بورت اوتوماتيك اللي كتفتحو بحدو، باريير اوتوماتيك اللي كتفتح حتى هي اوتوماتيك، مو مثلا ديال يعني الباريير باش تدخل السياره. هادو كاملين امثله ديال دي ماشين، الات كيخدمو بين مانيير اوتوماتيك. اذا اشنو كنعني باوتوماتيك؟ اذا شنو هو اوتوماتيك؟ لو تيرم اوتوماتيك كاليفي ان ديسبوزيتيف يعني ماتيريال. اذا كنقول ديما اوتوماتيك راه فيها اله، فيها ماشين، فيها ماتيريال كي اكزيكوت دو لوي ميم سيغتان اوبيراسيون ديفيني ا لافون. يعني شنو هو اوتوماتيك؟ يعني هو كيعمل واحد العمليات بوحدو، ولكن العمليات راه كيكونوا بروغرامين من طرف الانسان قبل. يعني مثلا ممكن كيتفتح الباب اوتوماتيك، يعني كيدير واحد لاكسيون اوكي، واحد سيغتان اوبيراسيون لوي ميم بوحدو اوكي، بحال كيشي اوتوماتيك، بحال بورت اوتوماتيك. اذا هاد شنو هي اوتوماتيك؟ يعني دي مانيير اوتوماتيك. اوتوماتيك يعني داخله فيها الاله، داخله فيها لا ماشين اللي كتعمل لنا واحد لي زوبيراسيون عمليات بحدها. اذا غنمشيو دابا هادشي كامل باش نوصلوا لا نوسيون دانفورماتيك، باش نوصلوا التعريف ديال لانفورماتيك. اذا بالنسبه كما كتشوفوا غنحاولوا نقارنوا. هنا عندنا شفنا تريتمو، اي حاجه تريتمو معالجه كتكون عندي عمليه وفي الاخر كنحصل على معلومه اخرى. اذا عندنا تريتمون مانويل، ما معناه هو اي حاجه كنقوم بها باليد ديالي، يعني يدويه، كنكتب بالستيلو يدويا، كنرسم يدويا اوكي، كنحسب يدويا، يعني اوكي هذا كيتسمى تريتمون مانويل. اذا شنو قلنا اوتوماتيك؟ ما معناها انني كنخدم الاله لا ماشين، يعني ديما اوتوماتيكي يعني فيه لا ماشين، فيه الاله اللي كتخدم بحدها واحد العمليات اللي كيكونوا يعني بروغرامي قبل. اذا مثلا هاد الوراق اللي كيكتب هادشي كامل اللي كيقوم به، ممكن تقوم به لا ماشين، يعني تقوم به دي مانيير اوتوماتيك. شنو الفرق ما بين هادشي وهادشي؟ هنايا كيكون عندي اوتوماتيك كنكتب الوقت اوكي، وكنخدم يعني كيكون عندي الفرصه اني مرتكبش الاخطاء، يعني مكرتكبش الاخطاء بزاف، العكس ديال مانيويل. مانيويل كيكون ثقيل وكنممكن نرتكب بزاف الاخطاء. تريتمون اوتوماتيك يعني كنخدم بالزربه اوكي، وكيكون عندي انني ما كنرتكبش الاخطاء بزاف. عند شنو انفورماتيك؟ هاد الكلمه هاد انفورماتيك هي كلمه مركبه. اذا اللي كتكون من انفورماسيون المعلومات اللي هما هادو، وكتكون من اوتوماتيك اللي هي لا ماشين، الاله اللي كنخدموا بها اللي هي لورديناتور اوكي سي كلير. اذا انفورماتيك شنو فيها؟ انفورماسيون اوكي اللي فيها المعلومات، وبالنسبه للاوتوماتيك اللي فيه لا ماشين اللي كتعمل لنا بزاف العمليات اللي هي لورديناتور. وتريتمون مانويل هو معالجه يدويه، وتريتمون اوتوماتيك هو المعالجه بواسطه اوتوماتيكيه، بواسطه اله اللي كتخدم دي تاش اوتوماتيك. اذا غنوصلوا دابا للتعريف ديال لانفورماتيك. شنو هي لانفورماتيك؟ اي لا سيونس دو تريتمون اوتوماتيك دو لانفورماسيون بار اورديناتور. اذا لانفورماتيك هو واحد العلم، اشنو كيدرس لينا؟ كل علم عنده تخصص. لانفورماتيك هو هذا العلم كيدرس لينا معالجه الاليه للمعلومات. بيان سور كان عندنا اوتوماتيك، راه عندنا اله، والاله اللي كنخدموا بها او لا ماشين اللي كنخدموا بها هي لورديناتور الحاسوب اوكي. حفظوا هذا التعريف لانه مهم. لانفورماتيك اي لا سيونس دو تريتمون اوتوماتيك دو لانفورماسيون بار اورديناتور.
إذن هاد انفورماتيك هي كلمة مركبة، سي تان مو كومبوزي، حنا نقسموها انفو، هاد الاولى كتعني انفورماسيون، انفو كتعني انفورماسيون، ماتيك كتعني اوتوماتيك، اوتو يعني لوي ميم، يعني بنفسها، يعني كتقوم بعملية نفسها اوتوماتيكية. اوكي، اذا لانفورماتيك اي لا سيون دو تريتمون اوتوماتيك دو لانفورماسيون بار اورديناتور. و انفورماتيك سي تان مو كومبوزي، كلمة مركبة اللي كتكون بجوج كلمات، انفور انفورماسيون وماتيك اوتوماتيك. نتمنى لكم فتكم بهذا الدرس، ميرسي بور فوتر اتونسيون، والى اللقاء في فيديو اوكي ودرس جديد.